السلام عليكم. اليوم انا بدي اعمل اتبل جنحان. عندي ماجي، عندي ورق غار مطحون، بابريكا، ملح، هيل، فلفل اسود، وثوم مطحون. كاسة الا ربع زيت بلدي. عندي هون ملعقة كبيرة معجون الفلفل الحلو. عندي هون فلفل اخضر مطحون محطوط، اصلا هو اجاني مع علب حمص وانا حبيت اتبل فيه. هون صبايا بدي احط الزيت البلدي، وبدي احط الفلفل، شايفينه، وبدي احط البهارات اللي انا حكيتهم، هاي كتيتهم. وعندي هون معجون الطماطم كمان، احط معجون الفلفل عليه واحركهم مع بعض، شايفين كله بدي احركه. وبدي اجيب هسا الجنحان اديرهم عليهم. طبايا هي الخليط، شايفينه، هاي تفرجوا الخليط، هاي خلطناه وتبلناه. هسا بسكر عليه، بخليه لمدة ساعة. شايفين صبايا، هون تبلتها كاملة. اشي قسما بالله الريحة لا توصف، لو احكي لكم الريحة ما بتصدقوا. هون عندي البصل، برش عليه رشة ملح، وبدي احط عليه ملعقتين سماق، اكيد من سماق الاردن، من شجر عجلون المشهور في حموضته. وبدي انا افرك البصلات، شايفين كيف، قدر الامكان بدنا نفتفتهم شوفوا يعني يتزبلوا شوي، يعني اشي روعة. المفروكات في الملح والسماق، شايفين. هون بدي احط فطر فريش، هاي شايفين. هون بلشنا نحط في الجنحان اللي تبلناهم، والريحة الروعة اللي طالعة منهم الآن، شايفين في الطريقة هاي. صفتهم اشي مش طبيعي، طعمهن ريحتهن. هون صفطت الجنحان، وزاد عندي شوية من الصوص تبعه وما بدي اديره عليه، في نص الشوي انا بدي ادهنه فيه. هي جهزت وانا ما بدي اغطيها لانه جناح على السريع بيستوي وبدي اياه يتحمر بدون اشي، بس هيك بدي احطه، والفرن من فوق ومن تحت شغال. الصورة النهائية للجنحان، هن ببين في الصورة كأنهن محروقات بس هن مش محروقات، حلو لونهن ومتحمرات على اخر درجة.